أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان. وأضاف شكري خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان أن مصر تؤكد تضامنها مع الشعب السوداني للتجاوز المحنة الراهنة، وحث المانحين الدوليين على تقديم المساعدات الإغاثية للسودانيين. إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان، وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. كما تؤكد مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، ولن تلو جهدا لمساعدة الشعب السوداني وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة، إذ ألم مصر شعبا وحكومة ما يعانيه من ويلات الصراع الدائر فيه.